السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا أحبك في الله وجميع ما في هذه القناة المحترمة يا شيخ حازم. الله يبارك فيك ويحفظك. بعد إذنك اديني دقيقتين بعد إذنك واتكلم قول اللي أنت عايزه. اتفضل. الله يبارك لك يا شيخ حازم. يا سيادة الرئيس، أنا من القدرات الخاصة، أقسم لك بالله أنا لو عايزني أروح أحارب في سينا مع جيشنا العظيم هروح وأحارب. يا سيادة الرئيس، يا سيادة الرئيس اسمع كلمتين مني الله يكرمك. هؤلاء الموجودين في السجون لهم الإعدام فورا يا سيادة الرئيس، لهم الإعدام فورا يا سيادة الرئيس. حرام هذا اللي بيحدث في مصر، حرام هذا اللي بيحدث في مصر. هذه المذبحة لا نراها أبدا في عصير مصر. 27 طفل يا سيادة الرئيس، 27 طفل يا سيادة الرئيس. ويا سيادة الرئيس مجلس الشعب الدكتور علي عبد العال، أرجوك أرجوك اعمل تشريعات لهذا الإرهاب الأسود، هذا الإرهاب الأسود اعمل له تشريع يا دكتور علي عبد العال. يا رئيس مجلس الشعب أرجوك، يا سيادة الرئيس أرجو أن تكون رسالتي وصلت ليك. يا سيادة الرئيس أنا من ذوي القدرات الخاصة، وأقسم لك بالله أنا لو عايز أروح أحارب في سيناء هروح يا سيادة الرئيس. أشكرك يا أستاذ محمود على هذه الروح الطيبة الجميلة، أشكرك فعلا حقيقة على هذه الروح الطيبة الجميلة التي تدل أنها مشاعر تخرج من نية صادقة، نية تبعث إلينا رسالة لنا جميعا أن نتضافر وأن نكون وحدة وأن نكون على قلب رجل واحد، وإن شاء الله أزفت الأزفة ليس لها من دون الله كاشفة.